السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. وزير الداخلية يوجه بإلغاء كافة الأوامر الوزارية السابقة. وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم السبت بإلغاء كافة الأوامر الوزارية السابقة الصادرة من وكلاء الوزارة وقادة الشرطة والمدراء العامين. أمر وزاري استنادا إلى الأحكام المادة 4 أولا من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة وبغية تنظيم عمل الوزارة بما يتوافق مع صلاحيات الوزير المحددة له قانونا، ما يستوجب منها التخويل من عدمه للوكلاء والقادة أو المدراء العامين أو رؤساء بقية التشكيلات الأخرى في الوزارة. قررنا ما يأتي: أولا، إلغاء كافة الأوامر الوزارية السابقة من تاريخ صدور هذا الأمر المتضمنة تخويل أي من الصلاحيات المحددة للوزير إلى العناوين الوظيفية المشار إليها أعلى لحين تشكيل لجنة متخصصة تتولى تنظيم تخويل هذه الصلاحيات. يعني ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره. عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية.